عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم وين غادي نتكلم، القناة تاع اليوم غادي الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مفاجأة صادمة حول العرض الرسمي من ليفربول للتعاقد مع ماندي. حنايا شوف غادي ما نوليش صايك، انا واحد من الناس ما كنتش مأمن، وزدت بالك فرحة درت في الفيسبوك، زدت هدرت على ماندي، هدرت منه فرحة برك. بصح اليوم غادي نقول لكم كلمة، الناس كاين اللي بغوا يحرشوا بكم كيما كانوا محرشين بكم في الكورونا، ديك 3 شهور تاع كورونا وقيلا كانت الشامبيونه حابسه، قاعدين يحرشوا بالشعب خاطر داينه المانشستر، خاطر جايبينها. انا ما غاديش خاطر لي راح صاي لي سنيه ومع سنيه ومع، ماشي استهزاء باللاعبين تاعنا، لا ناس راهم يصابوا. الشعب الجزائري يتبع بزاف كيما نقولوا حنايا اللاعبين تاع منتخب وطن الجزائري، ولاو يحرشوا باش كان لي باش يهدر باش يخلصوا صايك. هذا مكان انا ضد هذا الصوالح. بالك انايا فرحه درت في الاولى، درت غير في الفيسبوك فرحت، ما عندي يلعب في ليفربول فرحت، والله لا فرحت، نفرحوا لاي لاعب جزائري، اي لاعب جزائري فرح. بصح تاع مواقع هذه ولا تاع الناس في اليوتيوب خاصه تجاه الجزائريين يلعبوا بالمشاعر تاع الجزائري، صابوا الجزائر الله غالب ساكن، يصيب ماندي يدخل يشوف شاكين ماندي، بالناصر شاكين بالناصر، الاخر شاكين شاكين، ما كان قلنا والله البارح درت فيديو، البارح درته تلكم مازال ما بان والو، الناس هاي راحوا ها راهو تاع تاع ذاك تاع فالونسيا راح المانشستر، زياش راح تشيلسي، ناس تاع الجوار تاع وينهم تاع تشيلسي كانوا مخيرين بين كيسموه بين بالرحمه وبين ذاك الالماني، داو ذاك الالماني بزاف صوالح. احنا ما نستهزؤوش باللاعبين تاعنا، اللاعبين تاعنا فينك، حنايا نحتاجوهم في المنتخب الوطني الجزائري ويلعبوا في الانديه تاعهم، بالك خالهم يقعدوا في الانديه تاعهم، بالك خالهم بصح ولاو كل شغل، ولا يشوفوا هذو كاين ناس في اليوتيوب وكاين ناس مواقع، ولاو يشوفوا الشعب الجزائري كل شغل اغبياء، ندير له كيما كيدخل يشوف، المهم نخلص، المهم الكونتير تاع اليوتيوب يقعد يدور. هذه هي حسابها والله العظيم جماعه. انا نقول لكم الصحه، انا خاطر ما عندي حتى فايده في ندير فيديو ونخلص، ما عندي، نتحدى اي واحد يقول لك عنده ليميرو سي سي بي ولا عنده من، نتحدى اي واحد كيما بغيتو نتحدى اي واحد. الناس يقولوا لي الناس هي تخلص الناس، بصح انا على بالي، انا من الجزائر على بالنا، على بالنا في الجزائر، جزائر ولا المغرب ولا في مصر، انا على بالي عندي ناس احبابنا في مصر، في مصر الناس اللي دايرين اليوتيوب دايرينهم لي ريجيست كوميرس، يخلص ويخلص لاسيرونس ويخلص في مصر تانمو يخلصوا. بصح هنايا المغرب التوانسه بالك توانسه فانيك يخلصوا، بصح جزائر المغرب كلش اودي راكم غالطين. خطرة ذاك انا التيرمو ما نجيش معنا، ذاك انستينا تينا ولا ما كيسمو تينا ولا ما كيسمو، خطرة وصل فيديو تاعو 2 ملايين تاع الضربة تاع ما تصوتيش 2017 وقيلة، تاع ما تصوتيش هذاك خلص 2 ملايين، خلص فيها 3 ملايين. النهار اللي جابوه للنهار قالوا له شحال خلص، قال لهم 3 ملايين، الناس ما امنوش. صح انا امنته في هذه، امنته انا مشي معاه كاع، بصح في هذه امنته في ذي اليوتيوب رسلو 3 ملايين، انا امنتو شافوه 2 ملايين، 2 ملايين شافوه. بصح كي تقول لي في فرنسا ولا انجليز ولا امريكا ولا الالمان ولا قطر ولا في السعوديه ولا يخلصوا شكاره، بصح انا بالجزائر 2 ملايين شافوه خلص 3 ملايين. ناس راهم يضحكوا عليكم وصاي، انا نقول لكم والله العظيم صابوا الجزائريين راهم مصاروا، ما يهدرلكش على النيني، ما يهدرلكش، يهدرلك على محرز، يهدرلك على بالرحمه، يهدرلك انا الله يسهل عليهم، ماني حاسد حتى واحد، مصري تونسي مغربي جزائري يهدر الله يسهل. بصح شتايلا ولاو يتلاعبوا بالمشاعر تاع الجزائريين، صابوها غاضبه من جهه الجزائر، ولاو يهدروا الجزائريين. هذه نعطيكم اوفيسيال، اللي باغي يهدر على السياسه تاع الجزائر يعاير الجزائر،
يشوف الجزائر، اللي باغي يهدر على الجوار يهدر على الجوار تاع الجزائر، يعني عنده فايده. هذه هي وين شفنا كيفاش المفاجاه الصادمه حول العرض الرسمي من ليفربول للتعاقد مع ماندي. وين هذه الهضره ما كاش اللي يقولها لكم، انا جزائري انا الجزائري نقول لكم فيها هذه الهضره ما كاش اللي يقولها لكم، انا نقولها لكم ما كاش اللي حلبكم فيها كاع لاعبين لعبنا بصح شو كاع يهضروا ما كاش. ها بان بان انا واحد من الناس درت في الفيسبوك، والله درت في الفيسبوك ودرت على بالشيخ باللي شكان ينتقد وصحيح هذا ما كاش بصح باش قلت اوفيسيال شو كيفاش. حنا المهم الى راح مرحبا ما راحش حتى وحده اخرى. وين فجرت صحيفة بورتيفو الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل قبل الساعات، حيث كشفت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة ريال بيتيس لم تتلقى أي عرض رسمي من إدارة ليفربول للتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي. هذا وكانت العديد من الوسائل الإعلامية الإنجليزية والأجنبية قد أكدت في وقت سابق بأن ليفربول في مفاوضات متقدمة مع نادي ريال بيتيس لضم ماندي في صفقة ستكون في حدود 10 ملايين يورو، إلا أن الصحيفة ديبورتيفو نفت اليوم هذا الخبر مؤكدة بأن إدارة ليفربول لم تقدم أي عرض لضم ماندي الذي تبلغ قيمته شرط جزئي في عقده 30 مليون يورو. حنايا المهم حنا لا تكلمنا، كاين مواقع داروا بصح دروك انا ما نوليش نكذب عليكم، شفت انا خاطش ناس بزاف وراكم شفتوا بالك لي كومونتير بزاف كاين اللي عيط لي ها ماندي راح ما درتش على ماندي ما درتش، ما نوليش ندير انا كي نسيبو كيما هذا دروك نوريكم، نولي نشوف كيما هكا كي نشوف كيما هكا نولي نأمن ندير فيديو بصح تاع مواقع كلش والله ما نولي ندير هكا، ما سمحوا لي نولي نشوف كيما هكا السيت تاع السيت هذا تاع مانشستر يهدر على كيما هكا ندير والله العظيم سمحوا لي ما نوليش نكذب عليكم، خاطش ولات تبان لي انا واحد من الناس نحشم واحد يقول لك تكذب علينا، خاطش الناس في اليوتيوب ما عندهم لا حشمه لا والو نورمال. المهم فيديو ذاك شحال شافوه مليحه، شحال شافوا ذاك الفيديو مليحه، بصح بنادم شويه نحشم على روحي باش نقول لكم نولي نكذب عليكم ما نكذبش على خوتي. هذه ندير صايك ما نوليش نهضر غير هكا، لازم تنشوف هكا ديرك باش نهضر، لازم هادو صوالح لازم تشوف هكا موقع كي ندير موقع دير فيديو عليه شباب ودمر عارف وراك دروك قال لك موقع اسباني ديبورتيفو قال لك ما كاش ما تلاقاو حتى دروك تسيب الموظف يهضر حافظ الراجي يهضر طا 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 الناس قاعده على فهم كان والو. انا تبان لي بلي راني نكذب على الناس اللي امنوا فينا اللي هم يشوفوا فينا اللي امنوا فينا. نقول لكم سمحوا انا مانيش كيما يوتيوبر وحده اخرى بالك، نقول لكم سمحوا لي الناس سمحوا لنا والله العظيم، خاطش لنا بزاف شوف كانت كثرت وهذو الايامات قارعوا للكذب، جوار راح منا جوار راح من لي اونترينر نهضر زيدان نهضر فلان نهضر تاع شنوا هضروا تاع القمر فانيك هضروا قارعوا للكذب كيما في كورونا. كورونا قذبت مسكين راخر كسمو قذبت بن ناصر ومحرز، بن ناصر تشيلسي بن ناصر الريال بن ناصر البارسا بن ناصر ليفربول بن ناصر منا بن ناصر وقع محرز كسموه بالسبعيني بيروح بالسبعيني تشيلسي بالسبعيني من غازل بيرو غازل ادم لونس ادم اللي سكتوا صحيح دقدقتوهم بالهدرة دقدقوا الله يجيب الحظ والسلامة. هذه هي الله يجعل فيفا ما تعاقبناش على بالك تاع شرا صاري هنايا ولا تاع شرا صاري هنا، الله يجعل فيق الله يجعل فيفا ما تعاقبناش برك كو تعرفوا اش راه صاري. هذيك الاتحادية تروحوا تقلبوا زاتشي تحشوا في بوطه هذيك الاتحادية تهدوها كاع وتعيطوا للفيفا تقولوا ما عندناش عندنا منتخب وطني احنا ما عندناش اتحادية والله العظيم والله تعرفوا اش راه صاري وتعرفوا الناس هذا برناوي شاسنيا مع زاتشي ومع مع كيسموه مع بيراف زاتشي وبرناوي وبيراف شاسنيا والله ريسانكم راني نهضر مديكوتي على بالي
انا على بالي شكاي بصح رانا مخليين تحفظ مخليين منا لو هذا البنجول ولا ان شاء الله الجزائر كما يقول لك عندها ربي يحميها الجزائر عندها ربي يحميها كثر خير الرجال اللي راهم في الفيفا هذه هي اللي نقولها لكم